دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، انطلاقة شوطنا، عاشر اشواطنا في هذا الصباح الخاص بالقعدان الحقايق، ومن مسافة 2 كيلومترات ما هي الا لحظات لنوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة. مقدمة الشوط المركز الاول، هنا شعار في هذه اللحظات المقدمة والصدارة، شعار مقدمة الشوط الصدارة. مقدمة الشوط هنا شعار في هذه اللحظات الصدارة مع انطلاقة في هذه اللحظات. عناد نايف بن صالح بن ناشي العصيمي يقدم لنا عناد، بينما المركز الثاني الوصول والقدوم من شعار براك حسين بن فرحة بن حسين بن كلفوت وصل الوايلي، بينما المركز الثالث القدوم والحضور من شعار هادي بن راشد بن هادي بن علي القرح مع انطلاقة المسجور على المستوى المركز الثالث. المركز الرابع وصل ابو عبد الله، وصل البطين، وصلوا ابنوي عجايب، وصلوا مع زعفران علي بن عبد الله بن علي اولف هيدا المري على المستوى المركز الرابع. والمركز الخامس شعار في هذه اللحظات راشد بن سلطان بن غالب المنصوري مع انطلاقه وشام، وشام حضر المنصوري، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى عناد. عناد يا أبو حجاب نايف بن صالح بن ناشي العصيمي يقدم لنا عناد، يقدم لنا عناد مع المركز الأول، ولكن الوايلي، ولكن بن كلفوت قادم مع براق حسين بن فرحان بن حسين بن حسين يتقدم بن كلفوت على المركز الثاني. والمركز الثالث مرحبا بالقدوم نجم مسفر محمد بن مسفر الفطيح اليومي، وصل الدباشي، وصل الدباشي، والشراب قادم مع مخلص حمد بن محمد بن علي الشراب، ولكن العوده الى ابنائي نجران، الى ابنائي نجران مع براق ونجم، نجم وبراق، ولكن الدباشي، ولكن الدباشي مسفر بن محمد بن مسفر الف طيح اليومي ينطلق شعار بن محمد، ينطلق الى نحو النوماس، الى نحو الانتصار، الى ابنائي حد الجنوب. مشكور يا علي، مشكور، مشكور باسم الجمهور، تانينا والنوماس. المركز الثاني براق احسن بن فرحان بن حسين بن كلفوت حضر على المركز الثاني. المركز الثالث شعار الشراب مع مخلص حمد بن محمد بن علي الشراب. المركز الرابع اذا متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والنماس لمالك نجم وشعار النجوم وشعار الدبيشي مسفر بن محمد بن مسفر الف طيح اليامي. تهانينا والنماس لك يا ابو محمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل، علي بن محمد الدبيشي. تهانينا والنماس لمالك نجم وابناء الحد الجنوب، ابناء نجم منتزعين وخاطفين نوماس هذا الشوط بشعار الدباشي. 3 دقائق جزء من الثانية، و24 جزء من الثانية، هكذا توقيت نجم بشعار مسفر بن محمد بن مسفر الف طيح اليامي. تهانينا والنماس لك يا ابو محمد. المركز الثاني مخلص حضر شعار الشراب حمد بن محمد بن علي الشراب. 3 دقائق 3 ثواني و8 اجزاء الثانية.